نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى برنامج من اليمن حضرموت، وباعثها أحد الأخوة من هناك. أخونا عرضنا له بعض الأسئلة في لقاء سابق، ويسأل في هذا اللقاء شيخ صالح بل ويناقش ويقول: نسمع بأن الصحيح من أقوال أهل العلم في الصلاة في مسجد فيه قبر باطلة ولا تجوز، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد الحديث، وربما هناك أدلة أخرى. والسؤال هو: كيف يوجه هذا الحديث؟ وأين الشاهد ببطلان الصلاة؟ ثانيا: ما هو دليل من يقول الصلاة صحيحة ولكن يأثم صاحبها؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، الصلاة في المساجد المبنية على القبور لا تصح، كما قرر ذلك أهل التحقيق من أهل العلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور، وبقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ووجهة بطلان الصلاة من هذه الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، والنهي يقتضي الفساد كما قرر ذلك علماء الأصول. النهي يقتضي الفساد، فكيف تصح صلاة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها ولعن من فعلها؟ كيف تصح مع هذا؟ وأما الذين يقولون إنها تصح مع الإثم فلا أعلم لهم دليلا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كما تلاحظون شيخ صالح، كثرة الرسائل التي تذكر القبور والقبور التي في المساجد بالذات، وتذكر أخطاء الناس في هذا الموضوع. ورغم أن هذا الموضوع يتعلق بالعقيدة، يتعلق بالتوحيد، يتعلق بصحة الصلاة أو عدمها، كل هذه الأمور لا زال الناس في غفلة عنها. ما الحل شيخ صالح، وما هو السبيل إلى تصحيح مسار الناس لتصح عقيدتهم وتصح صلاتهم؟ الحل ميسور ولله الحمد، وذلك بأن يقوم أهل العلم والدعاة إلى الله عز وجل بالتركيز على الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك وبيان أنواع الشرك وتوضيح ذلك للناس، وأن يكون ذلك في دروسهم اليومية المساجد والمدارس ومختلف مجالات التعليم، يهتمون بهذا، وأن يخصوه بالاهتمام بالدعوة إلى الله في محاضراتهم وندواتهم وأحاديثهم، أن يركز الدعاة إلى الله عز وجل على عقيدة التوحيد وبيانها وبيان ما يضادها وينافيها وينقصها من الشرك، وأن يحذر الناس من ذلك حتى يعرف الناس حكم الله سبحانه وتعالى. أما أن يتعامى الدعاة عن هذا الأمر وينصرفوا إلى أمور جانبية أو أمور فرعية لا تصح إلا بعد صحة العقيدة، كان يأمر بالصلاة أو يأمر بالطاعات ومكارم الأخلاق أو غير ذلك، والناس على عقيدة الشرك لا يبينون لهم ولا يوضحون لهم، فإن هذا من الإهمال ومن الإخلال، وهذا مخالف لدعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا لا يجدي شيئا ولا ينفع شيئا مهما أتعبوا أنفسهم وزعموا أنهم يدعون إلى الله عز وجل، فإن هذا ليس هو منهج الدعوة وليس هو سبيل الرسل عليهم الصلاة والسلام. فما لم يهتم الدعاة والعلماء والمعلمون بهذا الأمر ويركزوا عليه ويوضحوه للناس، فإن الناس سيبقون في جهل وفي ضلال إلا من رحم الله عز وجل. هذا هو السبب في فشو هذا المنكر، وهو تضييع العلماء أو غالب العلماء، لا نقول كلهم، هناك والحمد لله من يقومون بهذا الواجب، ولكن الغالبية معرضون عن هذا الشيء، خصوصا الذين ينتسبون للدعوة لا يهتمون بهذا إلا ما شاء الله. هذا هو، ويحتج العوام والجهال بأولئك ويقولون: لو كان هذا محذورا لما سكتوا عنه ولما تركوا الكلام فيه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. دور وسائل الإعلام في هذا الباب شيخ صالح؟ دورها عظيم ومسؤوليتها كبيرة، لأن وسائل الإعلام هي من أعظم الوسائل التي توصل
الخير إلى الناس في مختلف البقاع، فدورها عظيم ومسؤوليتها كبيرة أن توصل هذا الخير وأن تنشر دعوة التوحيد من خلال ما تبثه للناس لأجل أن يصل هذا النور إلى الناس في أي مكان. قد يصعب على الإنسان أن يسافر إلى مكان بعيد أو إلى مكان شاق، بينما صوت وسائل الإعلام يصل إلى أي مكان بسهولة، فبإمكان الداعي أن يتكلم في مكان ويحمل صوته، تحمل صوته وسائل الدعوة وتبلغه للمشارق والمغارب، فهي وسيلة عظيمة ونعمة كبيرة لو استغلت للدعوة إلى الله وبيان التوحيد والعقيدة الصحيحة، تحذير الناس من هذا الأمر الخطير. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ماذا يقول الشيخ صالح لأولئك الناس الذين يصلون في مساجد فيها أضرحة أو يطوفون بالقبور أو يدعون الأولياء ويقولون المدد المدد وما أشبه ذلك؟ ماذا يقول لهم الشيخ صالح جزاكم الله خيرا؟ أما الذين يصلون في مساجد فيها أضرحة إن كانوا يعتقدون في هذه القبور أنها تنفع وتضر وأن الصلاة عندها لها ميزة، هذا شرك أكبر وهذه الصلاة باطلة. أما إذا كانوا يصلون لله ولم تتعلق قلوبهم بهذه القبور وإنما رأوا هذا المسجد في طريقهم ودخلوا وصلوا فيه، فهؤلاء صلاتهم لا تصح. ولكن ليسوا مثل الصنف الأول الذي يعتقد في هذه القبور، فهؤلاء صلاتهم لا تصح وهم قد أخطأوا في أداء الصلاة في هذا المكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور وإلى القبور ونهى عن اتخاذ القبور مساجد، فهؤلاء أخطأوا وعليهم أن يعيدوا الصلاة. أما الأولون الذين تعلقت قلوبهم بالقبور ورجوا نفعها ودفع الضرر عنهم بها، فهؤلاء مشركون وصلاتهم وأعمالهم لا تصح إلا أن يتوبوا إلى الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما مدى خطورة هذا على الأجيال شيخ صالح، على الأبناء على البنات؟ الخطورة عظيمة، لأن الأجيال القادمة والعوام والجهال كلهم ينشأون على هذا الشيء ويعتبرون أن بناء المساجد على القبور من الدين، ولذلك كثير منهم لا يلتفتون ولا يهتمون بالمساجد الخالية من القبور وتكون ناقصة في اعتبارهم، لا يعظمون ولا يحترمون إلا المساجد التي تكون على القبور، نتيجة للجهل ونتيجة لإغواء الشيطان وتزيينه للناس. فالأمر خطير والتغافل عن هذا الشيء كبير، لأنه دعوة إلى الضلال، وينشأ على هذا أجيال من الناس تظنه حقا وتعتبر أن هذا من الدين وأن المسجد الذي ليس فيه قبر لا أهمية له وهو ناقص في عرفهم، بينما العكس هو الصحيح، المسجد الذي ليس فيه قبر هو المسجد الصحيح المعتبر عند الله سبحانه وتعالى، الذي هو بيت من بيوت الله عز وجل تضاعف فيه الصلاة مع الجماعة. أما المسجد المبني على القبر فإنه وثن وليس هو مسجدا في الحقيقة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يرى فضيلة الشيخ صالح أن مناهج التعليم إذا تضمنت شيئا من التذكير بهذا يكون له نفع ويكون له جدوى؟ لا شك أن مناهج التعليم إذا ركزت على بيان التوحيد وبيان الشرك، بيان التوحيد من أجل أن يؤخذ به ويلتزم ويتعبد لله به، وبيان الشرك من أجل أن يجتنب ويحذر منه ويحذر منه، إذا ركزت مناهج التعليم، وهذا هو الواجب على الدول الإسلامية أن تكون مناهج التعليم فيها مصدرة بعقيدة التوحيد وبيانها وبيان ما يفسدها ويضادها من الشرك والبدع والخرافات، هذا هو الواجب، وهذا هو الوسيلة التي تربي الأجيال على التوحيد وتبعدهم عن الشرك. نعم.